جزاكم الله خيرا. ما هي كيفية الاغتسال؟ وهل تستعمل المنظفات كالشامبو؟ جزاكم الله خيرا. الاغتسال الواجب أو المستحب صفته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صفته الكاملة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يرويه ويبلغ أصول شعره، ثم يفيض الماء على جسمه ثلاث مرات ويبدأ بالميامن. هذه هي الصفة الكاملة مع النية من أول الطهارة، ويسمي أيضا في أولها فيقول بسم الله، ثم يغسل رجليه إذا خلص من الاغتسال يغسل رجليه، وإن غسلهما مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، إلى الأمرين مخير فيه. والمجزي من الاغتسال أن يفيض الماء على جسمه كله مرة واحدة ولا يبقى منه شيء إلا وقد بلغه الماء، هذا هو المجزي. نعم.